أهلا بكم مشاهدينا الكرام من الرافدين في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتب في الصحف ونبدأ من أهم العناوين. في المدى المباشرة بتطبيق الفردي والزوجي وتسجيل 50 إصابة بكورونا. في الزمان العراق عبد المهدي يبحث خفض الرواتب مع فريق إعداد الموازنة. صحيفة تايمز عنونت محافظو أمريكا يدعون إلى مواجهة تفوق الصين في آسيا. في القدس العربي نطالع الصحة العالمية لا أدلة أمريكية عن مختبر ووهان. في عربي 21 عقبات تواجه الكاظمي في تشكيل حكومة العراق وتؤخر إعلانها. وفي العربي الجديد البرلمان العراقي يصوت الأربعاء على حكومة الكاظمي. في الشرق الأوسط أكثر من ربع مليون وفاة بفيروس كورونا حول العالم. لم تكن سلطة الاحتلال في العراق وميليشياتها المسلحة ولا أمريكا المحتلة أو وصيفتها إيران، ولا كثير من الكتاب والمحللين السياسيين داخل العراق وخارجه قد توقعوا حدوث ثورة شعبية بهذا الوزن وهذا العنفوان والشجاعة، ويقودها شباب في عمر الزهور، وتشترك فيها جميع فئات الشعب وتشمل معظم المدن العراقية. هذا ما قاله الكاتب عون القلمشي في مقاله بمجلة الجاردينا، وأكد أن الثوار لا يطالبون بتوفير الماء والكهرباء أو فرص عمل، وإنما يطالبون بإسقاط عملية المحتل السياسية برمتها وعودة الوطن المنهوب لأصحابه. لا نجادل في أن الثورة تتعرض لامتحان صعب، فقوة السلاح تحصد أبناء الثورة دون رحمة، والتحايل عليها بالوسائل السياسية تجري على قدم وساق، والمؤامرة ضدها لم تتوقف، ووسائل الخداع والتضليل مستمرة. لكن بالمقابل فإن قامة الثورة أصبح شامخة، وعودها يشتد كما الفولاذ، وقيادتها اكتسبت خبرات واسعة ورؤية ثاقبة مقرونة بإصرار راسخ ومبدئي على رفض الهزيمة أو حتى التراجع، وبالتالي فهي أصبحت أكثر استعدادا من أي وقت لإفشال أي فعل عسكري ضدها أو فعل سياسي ينطوي على الخداع والتضليل. ناهيك عن أن عموم العراقيين قد أدركوا بأن لا طريق للخلاص سوى الثورة، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى تشجيع جميع العراقيين على الدخول في رحاب الثورة، ويدفع جميع النخب الوطنية والكفاءات وأصحاب الخبرات لأن تتقدم الصفوف والأخذ بيد الثورة والمساهمة في توضيح أهدافها والدفاع عنها وإحباط كل محاولة للنيل منها أو تشويهها. خلاصة القول فإن ثور قد وضعوا أيديهم على المعادلة وعلى طريقة حلها التي تؤكد بأنه إذا لم يقضى على السبب فلا أمل في القضاء على نتائجه. فالتدهور الذي حصل في كل مرافق الحياة كان سببه الاحتلال وحكومات المتعاقبة، أما مقتدى الصدر وحلفائه من الميليشيات المسلحة فإنه لن ينجو من عقاب العراقيين على الجرائم النكراء التي ارتكبها ضد ثوار السلميين، وستبقى دماء الشهداء في رقبته تقض مضجعه حتى يوم الحساب. أصبحت أشهر الحكايات في تاريخ البشرية لا نعرف كم مؤلفا كتب عنها، إذ بين اليوم والغد تضاف إليها دفعة جديدة من الدراسات التي تريد أن تحلل أسطورة سميت ألف ليلة وليلة. ولكن المفاجأة الأكثر أهمية فجرها البروفيسور نبيل شحال، وهو يخبرنا أننا عشنا قرونا مع الوهم، وأن سندباد ومعه علاء الدين ومصباحه السحري لم يتنزهوا في شوارع بغداد، ولكن من أين جاءوا؟ إذن إنهم مواطنون كويتيون.
هذا مقال تهكمي للكاتب علي حسين في صحيفة المدى، فلنتابع تفاصيلها. من باب التأكيد هناك حقائق نرى أن يولي القارئ العزيز انتباها لها، وفي مقدمتها أن العديد من الساسة الذين صدعوا رؤوسنا بعبارات الإصلاح والتغيير تجدهم اليوم أول من رفع شعار لا حكومة من دون حصتي، وكان آخر رافعي هذا الشعار النائب حسن لسنيد الذي قرر قبل 6 أعوام اعتزال السياسة والتفرغ لمشروعه الشعري. في وقتها قال لنا لسنيد: لقد أرهقتني السياسة وتداعياتها، في ذلك الوقت طرت من الفرح، فأن يقول سياسي: يا جماعة تعبت أريد أن أرتاح، فعلينا أن نصفق له، لكن يبدو أن الفرح لا يدوم طويلا. فها هو لسنيد يظهر من جديد ويذكرنا بأنه موجود وأن سيادته يعترض على تشكيل الوزارة. يا عزيزي نبيل شعيل، سيبقى السندباد رمزا لتراث من الفرح والمسرات لبلاد قدمت حامورابي وجلجامش وملحمته والجنائن المعلقة وعشتار وعشاقها وألواح سومر ومسيرة النبي إبراهيم، وليس آخرهم الجواهر الكبير والسياب وعمنا علي الوردي. يا سيدي، كنا نأمل أن تأخذ منا علي بابا وحراميته 40، لأننا نعيش اليوم في بلاد فيها أكثر من 40,000 حرامي لن تستطيع شهرزاد أن تروي حكاياتهم ولا بمليون ليلة وليلة. ويختم الكاتب قائلا: ليس من حقي أحد أن يعيد تشغيل ماكينات ضخ الكراهية تجاه كل ما هو عراقي أو كويتي. إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعل واحدة من مآثره مهاجمة الصحفيين العراقيين بأجهزة الإعلام كافة المستقلين وبشكل شبه يومي حتى في اليوم العالمي لحرية الصحافة في 3 آذار، فإنه مارس ويمارس بذلك تقليدا قديما لا يقتصر كما قد نتوهم على الحكومات العربية القمعية، بل ويحتضن الدول الغربية التي ترى نفسها مصدرة للديمقراطية وحرية التعبير. عن قمع الصحافة إذن في العالم والعراق خاصة كتبت هيفاء زنجنة في صحيفة القدس العربي. ففي إيران 1/3 أعداد المعتقلين هم من الصحفيين الذين يدفعون ثمنا مكلفا بسبب محاولتهم التحقيق في ملفات فساد مالي ترتبط بأشخاص نافذين في هيكل النظام، حسب منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها الصادر حديثا. وتبوأت فيه إيران المرتبة 170 من أصل 180 دولة حول العالم في 2019. وتعتبر سلطات الاحتلال الصهيوني استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين وقتلهم أمرا يدعو للاحتفال، وتبا لكل القوانين باستثناء قوانين الاحتلال العنصرية. من بين الشهداء سقط في العام الماضي صحفيان وفقد 3 صحفيين على الأقل أعينهم بشكل نهائي. ولم تتوقف حملة الاعتقالات والاستجواب والاعتقال الإداري بالإضافة إلى إغلاق وسائل إعلام فلسطينية بحجة التحريض على العنف. المفارقة الموجعة أن تتماهى سلطات الدول العربية في القمع وتكميم الأفواه مع كيان الاحتلال الصهيوني والمنظمات الإرهابية المدعومة محليا وعالميا. وتمثل ممارسات الحكومات العراقية المتعاقبة منذ غزو البلد واحتلاله عام 2003 نموذجا صارخا لنظام يدعي مسؤوله كما في الكيان الصهيوني الديمقراطية واحترام حق الرأي والتعبير. سلامة الصحفيين في خطر أكثر من أي وقت مضى هو أحد عناوين تقارير دولية عدة تتناول وضع الصحفيين في العراق، وهو وضع يشي باللامسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية لنظام فاسد يستهين بحياة مواطنيه. ويواجه الصحفيون في العراق كل أنواع المخاطر، بدءا من الاعتداء الجسدي والتهديد إلى الخطف والقتل على أيدي الميليشيات ومن يطلق عليهم تسمية مسلحين مجهولين، بينما يقف المسؤول الحكومي متفرجا أو مشاركا أحيانا في جرائم الميليشيات.
ينظر المعتصمون في ساحة التحرير في بغداد إلى خروج المتظاهرين في مدينة الكوت، وبالأعداد التي ظهرت في الصور والمقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينظرون بقلق من انتشار فيروس كورونا بين صفوف المحتجين، ولكن الاهتمام بالجانب الوقائي هو المهم، ولا يعني أنه أهم من محاسبة قتلة المتظاهرين وتنفيذ بقية المطالب التي يطالبون بها منذ نحو 7 أشهر، بل لابد من ترتيب الأولويات. لنستمع إلى تقرير لصحيفة العربي الجديد بشأن ذلك. لم تمنع القرارات العراقية بشأن الوقاية من فيروس كورونا المتظاهرين من الخروج في محافظة واسط جنوب البلاد، فقد تجمع مساء الأحد مئات المحتجين متواعدين بمليونية في بغداد في حال استمرت الأحزاب في تقاسم السلطة في الحكومة الجديدة التي لا يزال مصطفى الكاظمي في طور تشكيلها. وخرج المتظاهرون في مدينة الكوت بأعداد لم تسبق أن خرجت منذ بدء تنفيذ قرارات الحكومة بشأن كورونا، فيما ندد المحتجون بالتناحر السياسي للأحزاب والكيانات السياسية على حصصها في حكومة الكاظمي، إضافة إلى التقاعس الحكومي في الكشف عن قتلة المتظاهرين وتجديد الدعوات إلى تحديد موعد الانتخابات المبكرة. وقال المتظاهر والناشط من مدينة الكوت في واسط العراقية طارق ناصح التميمي إن الأحزاب في بغداد تستغل أزمة كورونا وتراجع الاحتجاجات في البلاد في سبيل الاستمرار على نفس النهج القديم في تشكيل الحكومات السابقة من خلال المحاصصة الحزبية والطائفية، وهو ما نرفضه في الساحات جملة وتفصيلا، مبينا للعرب الجديد أن المتظاهرين سيخرجون خلال الأيام المقبلة لتذكير السياسيين الذين يقطنون المنطقة الخضراء في بغداد بأننا ننتظر منهم نتائج تخدم التظاهرات وتضحياتها. ويبدو أن التظاهرات في العراق قد خرجت عن الإدارة المركزية بعد أن كانت بغداد تمثل الواجهة الاحتجاجية التي تتكفل بتصدير وتوجيه الخطط والملاحظات للمحافظات المنتفضة في وسط وجنوب العراق، ويرى مراقبون أن المحتجين في كل محافظة باتوا يمثلون خلية لها صلاحية التظاهر السلمي في الأوقات التي تجدها مناسبة ووفقا للظروف والضرورة. هل سيكون الضم سريعا أم سيؤجل إلى حين؟ وهل سيكون هذا التأجيل إجباريا لأسباب قانونية صهيونية؟ أم سيكون هذا الضم متاحا من الناحية القانونية وصعبا من الناحية السياسية؟ هذا ما كتبه عن ضم مناطق من الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني عبد المجيد سويلم في صحيفة الأيام الفلسطينية. في الواقع لا يوجد في إسرائيل من هو معارض للضم لأسباب مبدئية سوى أحزاب القائمة المشتركة وإلى حد كبير حزب ميريتس، أما باقي الأحزاب السياسية فهي مع الضم سواء كان الآن أو بعد عدة أشهر، وسواء كان هذا الضم من جانب واحد أو مشروطا بموافقة الولايات المتحدة. وحسب أسس قيام حكومة الرأسين فإن إقرار الضم سيكون خلال 2 أو 3 شهور، في حين أن هذه الحكومة هي حكومة طوارئ وليس من المفترض أن تقوم خلال 6 أشهر الأولى بأي إجراءات على هذا المستوى من الأهمية، وليس من دون الرجوع إلى الكنيست طبعا لاتخاذ القرار فيه. أما موقف ترامب والإدارة الأمريكية باشتراط موافقة إسرائيل على كامل الصفقة والقبول بدولة فلسطينية للموافقة على الضم فهي أحجية سياسية وبدعة خبيثة، وهي للتذرع ليس إلا. موقف بايدن والإدارة الديمقراطية المحتملة في الولايات المتحدة هو موقف منحاز لإسرائيل، ولكن هذا الانحياز هو انحياز تاريخي وتقليدي للدولة في إسرائيل وليس لحكومة التطرف اليميني فيها، وخصوصا أن بعض الأوساط الإسرائيلية والأمريكية الليبرالية بدأت تكشف عن دور مباشر لنتنياهو في نجاح ترامب في الانتخابات التي جرت العام 2016 والتي وضعته في سدة البيت الأبيض. في المحيط الإقليمي والأمر يتعلق بالموقف العربي أساسا، فإن ما صدر من ردود أفعال على نيات الضم الصهيونية
ما زال دون مستوى خطورة التوجه الصهيوني، ولم نلحظ أي انتقالات أو تغيرات نوعية في الخطاب العربي، لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون. نشرت مجلة بوليتيكو تقريرا حذرت فيه من أن فلسفة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم على أمريكا أولا قد تقود إلى صراع بشأن إنتاج لقاح فيروس كورونا المستجد. قد أثار عدم اهتمام إدارة ترامب بالتعاون من أجل الصحة العالمية بحسب المجلة قلق الدبلوماسيين الذين يحاولون البحث عن طرق توقف الوباء الذي قتل أكثر من 240 ألف شخص. وزادت الأمور سوءا في ظل المشاجرات التي يقوم بها ترامب وأعضاء إدارته مع الصين ومنظمة الصحة العالمية حول مصدر الفيروس. ويعتبر التقرير أن نظرة ترامب للشؤون الدولية انطلاقا من أمريكا أولا تعكس تدافعا متخلفا قد يؤدي إلى وفيات ليست ضرورية جراء تقديم البعد الاقتصادي على الإنساني الدولي. وتنقل المجلة عن ميليندا جيتس التي تقوم مع زوجها الملياردير بيل جيتس عبر مؤسسة خيرية بدعم أبحاث الصحة قولها إن أسوأ وضع هو عندما تكون هذه الأشياء متوفرة وتذهب لمن يقدم أعلى العطاءات وسيكون هذا سيئا للعالم، مضيفة أن كوفيد 19 في أي مكان هو المرض ذاته، ولهذا السبب يجب أن يكون هناك تعاون دولي ويقدم الصراع العالمي على توفير الأقنعة الطبية والملابس الواقية وأجهزة التنفس مثالا مخيفا بحسب المجلة، فيما سيتسبب صراع مشابه للحصول على اللقاح لإطالة أمد الأزمة بحيث ينتشر الفيروس تاركا خلفه آثارا مدمرة في كل بلد. وأضافت المجلة في تقريرها أن أمريكا رفضت المشاركة بمؤتمر عالمي دعت إليه منظمة الصحة العالمية لمناقشة التزاماتها بتوزيع لقاح يطور في المستقبل ضد فيروس كورونا. وعقد كذلك الاتحاد الأوروبي مؤتمراً الاثنين لمناقشة تعهدات دعم الأبحاث المتعلقة باللقاحات والأدوية، ولم تحضر أمريكا أيضاً. حذرت دراسة أمريكية جديدة من أن عدم حصول الشخص على ساعات محددة من النوم في أثناء الليل يكون له تأثير سيء في صحته على المدى الطويل. وذكرت هذه الدراسة أن الذهاب إلى الفراش متأخرا بدقيقة واحدة عن وقتك المعتاد يمكن أن يؤثر بشكل كبير على معدلات ضربات القلب في أثناء الراحة ويستمر في اليوم التالي. وشدد العلماء في الدراسة على أهمية عادات النوم الصحية التي توصي بما لا يقل عن 7 ساعات كل ليلة وربط قلة النوم بزيادة في حالات صحية متعددة. هذا وتؤكد الأبحاث أن التأخر عن موعد النوم قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري وأمراض القلب بحسب صحيفة تيليغراف البريطانية. نبقى الآن مشاهدينا الكرام مع مجموعة مختارة من الرسوم الكاريكاتورية.
وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية مشاهدينا الكرام، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى. صداق لام جديد في أمان.